ليس ثراء وسمو هما اللذان يعطيانك السعادة، بل السكينة والانشغال. توماس جيفرسون. كان سينيكا الأصغر فيلسوفا بمكانة عالية في الإمبراطورية الرومانية، وكان أحد أهم المساهمين في الفلسفة الرواقية القديمة. تبادل الرسائل مرة مع صديقه سيرينوس عن طريقة تحرير العقل من القلق والكآبة على طريقة رواقية. لم تكن كلمات سينيكا تهدف فقط إلى تقليل الاهتمام بالعالم المحيط، بل تركز أيضا على ما يجب أن نهتم به لنحقق السكينة. يعرض هذا المقال اقتراحات سينيكا لتهدئة العقل لكي يصبح صديقه سيرينوس أكثر سكينة. أولا، لا تعول على الأمل. رأى سينيكا أن الناس منشغلون جدا بالمستقبل، وبالتالي فإن أدمغتهم لا تركز على اللحظة الحاضرة كثيرا، بل تقودهم وتوجههم رغباتهم أيضا، فهم يخلقون صورة مثالية عن المستقبل وكيفية وجوب وقوعه. لكن عندما لا يتطابق مع تلك الصورة التي رسموها لأنفسهم، يصابون بالخذلان والإحباط. لا يكون هؤلاء الأشخاص بطبعهم مستائين وساخطين ومصابين بالملل فقط، بل ويعولون على الأمل كليا. يقول سينيكا: يكافحون من أجل إتمام صلواتهم بكل الطرق، يعلمون ويجبرون أنفسهم على القيام بأشياء غير شريفة وصعبة، وعندما لا يكلل مجهودهم بالنجاح يتعذبون بالشعور بالخزي والغضب عبثا، ليس لأنهم تمنوا الشيء الخطأ، بل لأنهم تمنوه سدى. ثانيا، كن خدوما. لا تشجع الرواقية الناس على الانغلاق الذاتي والابتعاد عن المجتمع، بل تشجع على الانخراط فيه بطريقة تناسبنا وتفيد الآخرين. عندما نمارس ذلك ونساعد الآخرين، نضرب عصفورين بحجر واحد. أولا، نشغل أدمغتنا عندما نركز على القيام بمهمة ما، ونكون في خدمة الآخرين كذلك، مما يخلق إحساسا بالتواصل الاجتماعي الذي يساعدنا على الإحساس بالرضا، ويحسن مهاراتك لتفيد بها الآخرين. كيف يؤدي هذا للحصول على عقل هادئ؟ عندما تكون مركزا على مهمتك، تكون بعيدا عن الإلهاءات التي لا تزيد حياتك قيمة، كالأخبار أو ما يقوله الأشخاص السلبيون عنك. ولا يكون السعي وراء المثالية في العمل ممكنا إلا عندما تكون مركزا على اللحظة الحاضرة. ثالثا، اختر أصدقائك بحكمة. كتب سينيكا أن لا شيء يعطي العقل الكثير من الابتهاج كالحب والصداقة المخلصة. يا لها من نعمة أن يكون لك ذوي القلوب التي تلتزم بحفظ الأسرار، الذين تخاف من أن تكون معرفتهم بك أقل من معرفتك بنفسك، الذين تريح محادثتهم قلقك وتلازم آراؤهم قرارك، ويباثر مراحهم حزنك وتعطيك مجرد رؤيتهم الفرحة. يمكن أن يكون الأصدقاء إضافة جيدة لحياتك، لكن عليك أن تكون حكيما بخصوص اختيار الأصدقاء المناسبين لرفقتك. تدور بعض الصداقات ببساطة حول سلبية أو تكون سامة كليا، وهذا يؤثر على مزاجك، فالمزاجات معدية. الصديق الجيد والإيجابي لا يثقل كاهلك بالأحاديث السلبية ويساعدك على تحقيق السعادة. رابعا، لا تنشغل بمسائل غير مفيدة. كتب سينيكا عن كيفية عيش بعض الناس بطريقة عشوائية وتقضية أوقاتهم في الانتقال من مكان إلى آخر. يمكننا أن نرى هذه الظاهرة كثيرا في هذا العصر، فنحن ننتقل من هواتفنا الذكية إلى حواسيبنا المحمولة، ومن الفيسبوك إلى الإنستغرام، وعندما نشعر بالملل من شريط فيديو معين ننتقل إلى آخر. مفتاح الخروج من هذه الحلقة المفرغة هو أن نركز على مهمة معينة ونوجه مجهودنا كاملا نحو تلك المهمة، ولا ننقطع عنها إلا للضرورة القصوى. عندما تهم للقيام بنشاط ما، يمكنك أن تغلق هاتفك ومواقع التواصل الاجتماعي. يمكنك أيضا أن تكتب مسبقا قائمة بالمهام التي تريد أن تنجزها لليوم الموالي. بهذه الطريقة يكون ترتيب يومك أوضح، ولن تكون في حاجة إلى أن تفكر في أي شيء آخر خلافه، مما يخفف من إحساسك بالقلق ويهدئ عقلك بشكل واضح. تحدث القدرة على التركيز الفرق بين التوسط والامتياز. خامسا، لا تعتمد على آراء الآخرين.
عندما تتصرف على الطريقة التي يتوقعها الناس منك دائما لا تعيش على طبيعتك. في الحقيقة ينعزل الكثير من الأشخاص لأنهم يشعرون بالضغط بسبب الناس الذين يتوقعون منهم أن يتصرفوا على نحو معين. يقول سينيكا: أصبح شر التعويل على آراء الآخرين مغروسا بصفة عميقة تجعل حتى الحزن الذي هو أكثر الأشياء طبيعية في العالم مجرد ذريعة. يتطلب الأمر شجاعة ليستطيع المرء تحرير نفسه من هذا القيد، فإن حققنا ذلك نكون قد تخلصنا من أقنعتنا وأرينا العالم حقيقتنا الأنقى. يمكن أن نتعرض للسخرية بالطبع، لكن أليست السخرية من حقيقتنا أفضل من أن نتعذب بسبب التظاهر والتصنع؟ سادسا، التوازن والانعزال والانضمام إلى المجموعة. كتب سينيكا أنه علينا أن نتقبل ونرضى بالانعزال والانضمام إلى المجموعة أيضا. يعطينا الانعزال فرصة الانفراد بأنفسنا ويجعلنا نتوق إلى الصحبة. أيضا التواجد مع الصحبة يجعل الفرد يتوق إلى الانفراد بنفسه، لهذا يجب أن نمارسهما مجتمعا. لا تشجع الرواقية على سلوك الانعزال والزهد، لكنها تولي تركيزا خاصا على الأنشطة الانفرادية ككتابة اليوميات وكل أنواع التأمل لأنها تهدئ العقل. يمكن أن يكون الاندماج في المجتمع دواء لمعالجة عقولنا من الاشترار الانفرادي. سابعا، أرح عقلك. يقول سينيكا بأن العقل يحتاج من وقت لآخر إلى الراحة والتحرر من الألم. يمكن أن يتمثل ذلك في الذهاب إلى السينما من وقت لآخر أو لعب ألعاب الفيديو، لكن أفضل طريقة يمكنك أن تتخذها لتصل إلى السكون هي ممارسة التأمل. شاهد أيضا ولا تنسى الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.